سعيد المالكي. شكرا وليد العنزي. مشاهدين الكرام، التواصل مستمر وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان الشحانية. تتواصل الانطلاقات في صباح هذا اليوم الخاص بانطلاقات سن اللقاية. مشاهدين الكرام، شوطنا 21 وهو شوط ما قبل شوط الختام، ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الشوط. نسير مع هذه التحديات المميزة والكبيرة، وهو شوط خاص بإنتاج قطر. مشاهدينا متابعين الكرام، هناك البداية، المركز الأول، صدارة الشوط، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة مع المركز الأول في هذه اللحظات. ثمينة محمد بن سعد بن علي آل فهيدة المري مقدمة لنا شعاره وتحدياته الأولى، بينما ثانية الأسماء تتواجد هنا أيضا الرهاوية عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري مقدمة لنا شعاره مع المركز الثاني من خلال تقدم الرهاوية، بينما المركز الثالث تتواجد هنا أمجاد محمد بن تويم بن محمد بن سعيد المري مع المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع مرضية سالم بن ناصر بن سالم المكسور مقدما لنا انطلاقة مرضية مع المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس القادمة في هذه اللحظات من تتواجد مشاهدينا الكرام من ميمنة الميدان القادمة الريم، حمد بن راشد بن حمد آل سنيد المري بدأ يقدم لنا انطلاقة الريم مع المركز الخامس. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والباحثة عن تسجيل نقطة صباحية مميزة هنا في ميدان الشحانية ضمن السباق المحلي الأول. مشاهدينا متابعين الكرام، العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، الصدارة وما تحمل لنا من تحديات مميزة وكبيرة. شعار بن حباب مقدمة لنا انطلاقة شعاره المميز مع المركز الأول، مع البداية، مع صدارة هذا الشوط الرهاوية مع المركز الأول. عبد الرحمن بن ناصر بن حباب الهاجري مع الصدارة مع المركز الأول، بينما ثاني الأسماء من تتواجد هنا القادمة بشعار المكسور مرضية سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور قادم مع ثاني الأسماء، بينما ثالث الأسماء من تتواجد هنا أيضا القادمة في هذه التحديات المميزة أمجاد محمد بن تويم بن محمد بن سعيد المري بدأ يقدم لنا أمجاد. المركز الرابع الوصول من الريم، حمد بن راشد بن حمد آل سنيد الدعية أول سنيد المري القادم في مسار هذا الشوط. يا سلام، شوف القدوم أيضا مع المركز الخامس قادم شعار العطية، بدأ يقدم لنا تحديات المميزة من خلال حضور تحفة منصور بن عبد الله بن علي العطية، يصل هنا أيضا في هذه اللحظات لينضم إلى الخماسية المميزة. عودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية. الله الله الله، الصدارة، المركز الأول، أمجاد تبحث عن الأمجاد، تبحث عن النواميس والانتصارات في مسار هذا الشوط. محمد بن تويم بن محمد بن سعيد المري يقدم شعاره المميز، يقدم لنا انطلاقة أمجاد، بينما الرهاوية القادمة مع أيضا انطلاقة شعار بن حباب عبد الرحمن بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، والمركز الثالث القادمة في هذه اللحظات الريم حمد بن راشد بن حمد آل سنيد المري القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع من تتواجد في هذه اللحظات القادمة هنا مرضية سالم بن ناصر بن سالم المكسور، والمركز الخامس وصول في هذه اللحظات من نبذة القادمة بشعار جابر بن حمد بن جابر البريدي، يصل في هذه اللحظات مقدما لنا شعاره مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية، هكذا هي الأسماء في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن الصدارة لا تزال مع أمجاد. أمجاد مع صدارة الشوط مع المركز الأول، محمد بن تويم بن محمد المري يقدم لنا أمجاد، ولكن المكسور يشكل الخطورة مع الأمتار الأخيرة والخطيرة. ما شاء الله، هنا غيرت مشاهدينا الكرام، غيرت مرضي
الرياضية سالم بن ناصر بن سالم المكسور بدأ يقدم لنا تحدياته المميزة والكبيرة من خلال تقدم مرضية مرضية مع صدارة هذا الشوط. يأتي شعار المكسور ليقدم لنا انطلاقة هذا الانتاج الفاخر مع المركز الأول مع انطلاقة مرضية سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. سلالة أيضا هنا سلالة الغزال تحضر بحضور الكبار، تحضر هنا سلالة الغزال لمحمد بن خالد العطية. تهانينا لناصر بن سالم المكسور داعم هذا الشعار وإلى أن جال على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثاني. كان الوصول مشاهدينا الكرام من الريم لحمد بن راشد بن حمد آل سنيد المري والمركز الثالث. المركز الثالث مختار منصور بن محمد بن منصور الخيارين، والمركز الرابع المركز الرابع وصلت أمجاد محمد بن تويم بن سعيد المري، والمركز الخامس المركز الخامس تحفة منصور بن عبد الله بن علي العطية. تابعنا هذا الشوط مشاهدينا الكرام، ولكن كان الحضور المميز والكبير من شعار المكسور اللي قدم لنا مرضية مشاهدينا الكرام سالم بن ناصر بن سالم المكسور. 6 دقائق 12 ثانية 51 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس المكسور. بينما المركز الثاني كان القدوم مشاهدينا الكرام من قبل ثمينة أو الريم مع المركز الثاني. 6 دقائق 13 ثانية 75 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن حمد آل سنيد المري. المركز الثالث إذا مشاهدينا الكرام كان الوصول من مختارة. 6 دقائق 14 ثانية 11 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمنصور محمد بن منصور الخيارين. تهانينا والناموس للجميع.